أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال الكاتب حيدر صبي والذي نشره موقع كتابات بعنوان ما الذي يحدث في السجون العراقية؟ حالة من الإحباط واليأس أخذت تدب داخل السجون العراقية بسبب تأخر صدور قانون العفو العام، فكان نتيجة لفقدان الأمل بإقرار القانون قيام أعداد كبيرة من السجناء بالإضراب عن الطعام، الأمر الذي ربما يؤدي في النهاية إلى تفاقم العامل النفسي لدى السجناء، حيث يبقى ملف عودة النازحين إلى مناطقهم وملف المختفين قسريا والمعتقلين دون وجه حق وإقرار قانون العفو، ومن ثم حل هيئة المساءلة والعدالة من أهم ما يشغل الرأي العام هذا الموضوع في المناطق الغربية من العراق، والذي صار ورقة انتخابية للأحزاب. المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وهي منظمة تعمل بصفة استشارية في الأمم المتحدة، بعثت برسالة وصفتها بالملحة والمستعجلة إلى الحكومة العراقية وجميع الكتل السياسية الفاعلة في المشهد العراقي، تحذر فيها من مغبة تفاقم الأمور في السجون العراقية بسبب اللامبالاة في حسم إقرار قانون العفو، والتي كانت إحدى نتائجه الزيادة المطلدة يوميا في أعداد المضربين عن الطعام حسب المنظمة. كذلك ناشدت المنظمة وزير العدل العراقي النظر في الوضع الإنساني للنزلاء وإيجاد الحلول العاجلة للتخفيف من معاناتهم، وطالبت كذلك معالي الوزير إلى توفير الحماية اللازمة، وينتظر ذوي السجناء إنصاف أبنائهم من المظلومية التي وقعت عليهم نتيجة ما كان يقوم به المخبر السري من فعل مشين ودون تحكيم لضميره بالمشاية بالمواطنين ودون ذنب حقيقي قد اقترفوا. وما هو غير مألوف تخلي أغلب المسؤولين والنواب لحمل مظلومية هذه الشريحة والدفاع عنها سوى ما كنا نشاهده من خطابات بلاغية رنانة. إلى مجلة الجاردينيا ومقال للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي يقول فيه من المصطلحات التي بدأنا نتعامل معها إعلاميا وسياسيا هو مصطلح اللبنانة بمعنى انقسام الشعب على أسس هوياتية، وهذا مصطلح اللبنانة كان سابقا وسباقا واستخداماته كانت أثناء الحرب اللبنانية في السبعينيات، وصلنا نتحدث عن عرقنة لبنان ولبنانة العراق وهلم جرى، وإن هذا التعبير أصبح شائعا بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، إذ لم يجد المحللون تعبيرا أكثر بلاغة من اللبنانة باعتبارها تفوقت حتى على كل البلدان المصدرة للحروب، فلا البلقنة ربما ولا الأفغانة كانتا كافيتين للاستعارة للدلالة على مدى العمق الذي بلغه الصراع في العراق. لذلك لقى مصطلح اللبنانة الوصف الواقعي العراقي الأكثر شعبية وكبيرة بالنسبة للمجتمع. ما معنى أن نقول للبناني الذي لم يزل يحتفظ بالحد الأدنى من الإقبال على الحياة بأن بلده مقبل على العرقنة، وقد تشبعت في ذاكرته وتغلغلت إلى عمق بصره مشاهد القتل اليومي والتفجير الهمجي والصراع الخارجي عن المنطق الجاري في العراق، علما أن البارومتر الأمني والسياسي في لبنان يكاد يصل إلى المستوى العنفي الذي بلغه في العراق. وما معنى أن نقول للعراقي الذي لم يعايش بالطبع 30 عاما من الحروب إنما يشهده هو اللبنان بعينها، وأن حروبه مرشحة للتمديد على الطريقة اللبنانية؟ وما معنى أن نستنسخ منشطات العرقنة واللبنانة ونحدث تبادلا حربيا وتحديا مفتوحا للبلد الذي يتخطى في صراعاته الآخر، فنتبارى بعدد القتلى وحجم التفجيرات وكمية المؤامرات، ثم يأتي من يقول إن أنصار الأمركة هم وراء العرقنة واللبنانة، وبأن العولمة تقضي بأن نستعير مآسي شعوبنا وآلامه لتغدو بعض المصطلحات مخيفة في وقعها أكثر من فعل الحرب نفسه. وتحت عنوان حقوق الإنسان في العراق إلى أين؟ كتب جواد وادي مقالا نشرته صحيفة
صوت العراق جاء فيه، لعل الأحداث المتكررة والتي تكاد تكون يومية من انتهاكات وتمييع لحقوق الناس في العراق تدفعنا وكافة المراقبين والمتابعين لما يجري من تجاوزات وتجاهل لحق المرأة في العيش بكرامة وامتلاك حرية للتعبير والعيش بكرامة والدفاع عن مشروعية هذا الحق الوجودي والإنساني الذي أقرته كل الأعراف والدساتير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يضيف الكاتب: وطننا العراق يعاني من مثالب وتجاوزات خطيرة شملت المجتمع العراقي برمته بسبب الممارسات غير الإنسانية وأعمال البلطجة والتجاوزات على أبسط حقوق الإنسان. إن العراقيين أحوج اليوم للتمتع بمجتمع مسالم يحترم كرامة الناس واختياراتهم دون ما خوف أو تهديد من هذا الطرف أو ذاك. يسعون للعيش في مجتمع مدني حضاري خال من لعلعة الرصاص وأزيز الصواريخ ولغة القتل والتصفيات التي عانوا منها لعقود بعد أن كانوا مخبئين في جلابيبهم خوفا من أن تطالهم ماكنة المحو ومقاصل القتلة. أليست من المهازل أن تتكرر ذات الأوضاع ليعيش العراقي حالات من الرعب لم يتخلص منها؟ إن حقوق الإنسان باتت مطلباً ملحاً وأساسياً لكافة العراقيين لشعورهم بأنهم ما زالوا يعيشون حالة من الفوضى وانفلاتاً أمنياً وتسلط مجموعة من الجهلة والطارئين. هدفهم بث الرعب بين الناس المغلوبين على أمرهم ليتسنى لهم امتلاك ناصية الخراب من خلال أساليب النهب والاستحواذ على خيرات البلاد وفرض حالة من الهلع الدائم، ولا يتوانوا في سفك دماء الأبرياء وكل من يسعى للمطالبة بحقوقه المشروعة واسترداد الكرامة التي باتت تحت رحمة القتلة والفاسدين. ونقرأ تقريرا من موقع ألترا عراق بعنوان: ما تفسير حديث محافظ البنك المركزي العراقي عن إجراء تغييرات في النظام التجاري والتحويل الخارجي في كلمة الله خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة أربيل؟ وصف محافظ البنك المركزي علي العلاق عملية استقرار سعر الصرف للدينار مقابل الدولار بالعملية الكبيرة التي تتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد. وقال خبراء اقتصاديون إن تغييرات النظام التجاري للعراق التي تحدث عنها البنك المركزي هو توجه نحو التحول إلى النظام الإلكتروني الذي يقلل من استخدام النقود. في المقابل يقول خبراء: هذا البرنامج يقلل من استخدام النقود الورقية، حيث يقولون لا يمكن نجاح الدفع الإلكتروني في الجانب التجاري طالما أن الثقة معدومة بالقطاع المصرفي. تغييرات النظام التجاري للعراق التي تحدث عنها محافظ البنك المركزي توجه نحو التحول بالنظام في البيع والشراء من البيع النقدي إلى الإلكتروني ليقل استخدام النقود الورقية. إن حصول ذلك مهم للتنمية الاقتصادية، والآن أيضا مهم للمالية العامة للدولة العراقية التي تعاني من نقص السيولة بالدينار نتيجة لتراجع مبيعات البنك المركزي من الحوالات بسبب القيود والمنصة التي فرضها الفيدرالي الأمريكي على التحويلات الخارجية. تحقق هذه الخطوة ستزيد من الحوالات الخارجية، لكنها سوف تصدم بعقبات كثيرة جدا، حيث لم يتعود المواطن العراقي منذ عدة عقود على التعامل بالنقد وليس الإلكتروني. وما يزيد من صعوبة التعامل الإلكتروني عدم ثقة المواطن بالمصارف بصورة عامة. وزادت أيضا بعد تصريحات أحد موظفي البنك المركزي والتي أعلن فيها عن عزمهم عدم السماح بسحب الودائع الدولارية في عام 2024 وسيتم دفعها بالدينار، ومنع الحوالات الواردة للعراق من الصرف بالدولار وتسليمها بالدينار فقط. قال المعلق في صحيفة نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف: إن الأزمة في الشرق الأوسط تشكل اختباراً معقداً لإنسانيتنا. إن تسوية المدن بالأرض هو ما فعلته الحكومة السورية في حلب أو ما فعلته روسيا في غروزني، ولا ينبغي أن يكون مشروعاً مدعوماً من الولايات المتحدة من قبل إسرائيل ليحصل في غزة.
ويقول إذا كانت أخلاقك ترى أن بعض الأطفال لا يقدرون بثمن والبعض الآخر يمكن التخلص منه، فهذا ليس وضوحا أخلاقيا بل قصر نظر أخلاقي. يجب ألا نقتل أطفال غزة في محاولة لحماية الأطفال الإسرائيليين بحسب قول الكاتب. إن قبول القصف على نطاق واسع لغزة والغزو البري الذي من المرجح أن يبدأ قريبا يشير إلى أن الأطفال الفلسطينيين هم الضحايا الأقل شأنا، حيث يقللون من قيمتهم بسبب ارتباطهم بحركة حماس. ولنأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 1500 طفل في غزة قتلوا وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأن حوالي ثلث منازل غزة قد تم تدميرها أو تضررت خلال أسبوعين فقط، وهذا مجرد تمهيد لما هو متوقع أن يكون غزوا بريا أكثر دموية. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أثار الكشف عن مجسم أثري لثور مجنح في موقع خورسباد الأثري شمال الموصل في العراق اهتماما كبيرا ملحوظا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الجدل كذلك بعد نسب الاكتشاف إلى بعثة فرنسية تعمل بشكل مشترك مع فريق آثار عراقي. أعلن الثلاثاء عن المجسم وهو ثور المجنح لاماسو بدون رأس عند إحدى بوابات قصر خورسباد الأثري في منطقة دور شروكين الأشورية في نينوى، حيث تجري هناك أعمال البحث من قبل بعثة فرنسية في أعمال التنقيب في الموقع. ومع انتشار الصور الأولى لمجسم الثور المجنح، قال مختصون في مجال الآثار إن نسبة الاكتشاف بالأحرى إلى البعثة الفرنسية غير صحيح، مشيرين إلى أن الثور المجنح الذي اكتشف لأول مرة على يد عالم آثار عراقي في عام 1992 وترك التمثال في مكانه حينها، ثم تعرض هذا التمثال ورأسه بالأخص إلى السرقة وأخفي المجسم منذ ذلك الحين. ونشر من جانبه منقب الآثار عامر عبد الرزاق عبر حسابه في موقع فيسبوك فيديو يشرح فيه قصة التمثال هذا الذي يصل طوله إلى 3 أمتار ويتجاوز وزنه 10 أطنان، مؤكدا أن الاكتشاف هذا قديم وفي نفس الوقت جديد. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
طبعا هذا الطريق الصعب اللي بنواجه فيها خطر رغم القصف، نمشي فيها كل يوم 25 او 30 مره المشوار هذا عشان نجيب مي من المحطه اللي بعيده عنا مسافه طبعا، ونعبيها في خزاناتنا بنطلع فيها على الثالث او على الرابع. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من أزمة المية طبعا لا بنقدر نتحمم ولا بنقدر نغسل ولا بنقدر نتوضى، أزمة في خان يونس وكل قطاع غزة أزمة مش طبيعية بنعاني، لأنه أهل الشمال وأهل عبسان وأهل خزاعة موجودين في خان يونس، هذا زاد الأزمة في خان يونس عندنا بالتحديد. طبعا أهلي في البيت، كل واحد من أهلي متزوج وعنده أفراد، يعني تقريبا اللي في البيت عندنا حوالي 25 فرد مع الوالد والوالدة طبعا وزوجتي وإخواني وولادهم، تقريبا 25 فرد. بنواجه صعوبة كتير وتعب عشان نحصل على المية نجيبها من المحطة نعبيها في الخزان. طبعا أزمة خانقة مش بس للمية المالحة أو الحلوة، في الخبز، في كل حاجة أزمة، في الغاز، في الكهرب. النقص يتجاوز 98%، إن ما كانش 100% في الوقت الحالي أثناء الحرب، لأنه للأسف الشديد وكرر إنه مصدر الوحيد للشرب والمخزن الجوفي، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، في ظل انقطاع السولار، في ظل عدم تشغيل المولدات لانقطاع السولار، فللأسف الشديد شايف كيف يتجاوز نسبة العاجز حاليا لمياه الشرب. ما كانش 100%، انا بقول لك 98 بلس اوريدي. في عجز سابق كان حوالي 97% 95%، مع الحرب، مع انقطاع التيار الكهربائي، مع انعدام السولار، مع عدم تشغيل المولدات. اوكي، يعني حاليا المحطات بس اللي بتشتغل على السولار انرجي اللي على الطاقه الشمسيه هي التي تعمل، وتعمل لمده محدوده حسب طقس الجو طبعا. يعني امبارح ما استفدناش من الطاقه الشمسيه ساعه واحده، وبالتالي اضطرينا نشغل مولد، والمولد بده سولار، والسولار في عجز كمان، والسولار زي ما حكيت للأسف الشديد أنا يمكن عندي سولار بكرة أشغل السولار بعد كده أسكر المحطة. إلى اللقاء.